عمامتك قيمتي مسح جبهتك ليش شلت عمامتك قيمتي مسح جبهتك ليش يسراك على جبهتك واليمين على القلب ليش يسراك على جبهتك واليمين على القلب وعلى صدرك تلتفيت والقميصك عاينت وعلى صدرك تلتفت والقميصك عاينت وزينب النحرك تشاهد والدميع منها يصب وزينب النحرك تشاهد والدميع منها يصب شبدك قليت مصيوبة وعمامتي مسلوبة اللهم ارحمنا بحق محمد وآل محمد وعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين. بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الصلاة والسلام على يا أبا الزهراء يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما السلام عليك يا شهيد الإباء ويا مذبوح ظلما من الغفا ومسلوب العمامة والرداء غريب أبو علي غريب يا مظلوم كربلاء يزول بني الدنيا وإن طال مكثها وحسن ثناء المرء ليس يزول أبيات تنسب لمولانا أمير المؤمنين فيا راغدا في صف عيش ولذة عليك من الحكم الجاري غفول إذا خالط الشيب الشباب وأقبلت قل إذا بين بالناس هذا الشيب عساكره في العارضين تجول عليه
عليك بزاد المتقين، لأنه أتاك بشير ورسول ونذير. ولا تذمم الدنيا إذا هي أدبرت، وإن أقبل أيت فالحالتان تزول. كم أفنت الأيام ملكا ومالكا، فزال وملك الله ليس يزول. إلى أن قال راعل للدنيا علي كثيرة وصاحبها. أنا أقرأ وأنت تسمع، واليوم يوم الونها. أي وصاحبها حتى الممات. يا 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 علي، قال تودى يا من خليلك كل يوم. أي فما تدري الفراغ متى. يا يكون. وبعد بالمناسبة قال ويصيح واذ الله أين عشيرتي. دول عشيرتك مولاي اللي من بعد 1400 سنة يبكون عليك. ويصيح واذ الله أين عشيرتي، وسرات قومي أين أهل وجادي. قلبي يا أبو حمزة تراه تفتت وذا مثل المصيبة اللي دهتني ما حد انصى. لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي بصباح العرس مذب. لو شفت الأكبر ما لمتني كثرة النوم، ما خلت الكربلاء يا شيخ ولا. وعلى حسين وحزنه، وعلى حسين وحزنه. أيوة ويلاه. وبعد شنو شفت سيدي؟ قال ومصيبة اللي هي جايات حزني علي. تتغبل تتغبل. عاينت صدر حسين تحت الأعوج حرقة وخيمنا. أيوة ويلاه. حرقة وخيمنا وركبا وزينب مطي. شحكي شعديت من هالمصايب يا ابن لد. وعلى حسين وحزني. قال لي يا شبل المصطفى ورب السيادة، عفية صار القتل ليكم يا هل هالبيت، وانتو كرامتكم من الله الشهادة. معود على كثر المصايب يا ابن لجنة. أيوة ويلاه. شنو جوابك سيدي؟ شنو جوابك مولاي علي بن الحسين؟ أيوة سيدا. قال
ما نكست راسي لجل ذيك الصناديد، ما قصرا وبالغاضرين زلزلوا البيت. أقولها أقولها شيعي مؤمن أبو الغيرة، نكس الرأس دخول زينب، أيوة ويلا، نكس الرأس دخول زينب مجلس زين، حسرة ومن نوح اليتام راسها شاب، أيوة ويلا، أيوة سيدة. مصيبة زينب شيبت كل أهل البيت، مصيبة الشام طبت إلى مجلس عبيد الله ابن زياد بالعزيز علي، قالت طبينا والديوان والناياس متجمعة من كل لجنة، يا ياس نصارى وكفر ويهود ورجاس، من شافوني يمبط الراس قالوا يا زينب وين، اي والله جاي معز اليوم ها، وين عباس. توجهت الى كفيلها الى قاضي الحاجات، عندك حاجة من ابو فاضل، ويا زينب صاحت خليني اعاتب خويا خليني أسالف لك بعد موقف مأذيني. شنو اللي مأذيني؟ شنو اللي أذيك سيدي؟ قالت مأذيني إجا واحد يا أبو فاضل سطر عيني وصارت عين زينب مثل عين أمه. إيه عندك خاطر تقرأ وياي ها؟ قالت أسالف لك يا خويا لو بعد كافي، لو اقول لك الصوت ايش سوى بجتافي، لو اقول لك بعدها يا بس شفافي، لو اقول لك بعد زينب شي ألمه. هاي البيت الاخير في المقدمه، شي ألمك سيدتي يا زينب؟ قالت أخاف أحكي يا خويا والجم الهامية، إجا واحد يريد سكينة خدامة. لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. ألا لعنة الله على قوم الظالمين، من اليوم إلى قيام يوم الدين، وجعلنا الله وإياكم الآخذين بثأر الحسين مع قائم آل محمد. دع الدنيا وزينتها لوغد وحاذرها إذا كنت الرشيدا، أترجو الخير من دنيا أهانت، حسين الصبط وأختارت يزيدا. عظم الله لكم الأجر، أحسن الله لكم العزاء. في هذه المناسبة الأليمة ألا وهي ذكرى استشهاد مولانا الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين
اللهم انفعنا به وبأهل البيت بيوم الذي لا ينفع به مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا يا أبناء الإسلام، القلب السليم يعني ليس فيه مرض، لأن الله في كتابه يقول في قلوبهم مرض. والقلب السليم لا بد فيه ولاية محمد وآل محمد. العداءات من بني أمية وبني العباس مولانا مستمرة لمحبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. شنو سبب قتالهم لكل الأئمة؟ تجي إلى مولانا الإمام الحسين لما قال لهم على أي شيء تقاتلونني؟ على سنة بدلتها. قالوا لنقاتلك بغضا لأبيك علي. أيوا ويلا، المصيبة كلها في علي، ولا زلنا نحن وإياكم نعيش هذه المصيبة. المحبين لأمير المؤمنين، شنو المادة القانونية والشرعية اللي تنطبق على خادم أهل البيت أن يقتل أو يشرد؟ هذا اللي أوصى به النبي الكريم، أقضاكم علي، أفضلكم علي، أحسنكم علي. يا علي أنت مني بمنزلة هارون. أيوا ويلا، شوف المظلومية بالبداية لمولانا أمير المؤمنين. يقولون لما قتل أمير المؤمنين في محراب صلاته، قاموا أهل الكوفة سمعوا أن عبد الرحمن ضرب علي في محرابه، قالوا أو كان علي يصلي؟ نعم. وإجت المظلومية، هاي اللي شهد بحقه وقال أنا مدينة العلم، وذاك اللي شهد بحقه ما ينطق عن الهوى، يعني كلامه من قبل الله. لذا تأتي يقولون إعرابي دخل إلى مجلس رسول الله، إجا مولانا ما سلم على الحاضرين، النبي كان جالس وكان علي بن أبي طالب والصحابة. يقول إجا سيدة باصطلاحنا وسلم على مولانا أمير المؤمنين وبعدين سلم على رسول الله. صارت همهمة بالمجلس، أما يستحي هذا الإعرابي الناس تجي وتسلم على النبي أول؟ سمعهم، قال له يا رسول الله تأذن لي أنه أجاوبهم؟ النبي عالم بالمنايا والبلايا، قال له جاوبهم. قالهم إني سمعت ممن سمع من رسول الله صدقا، أعرابي ومال البادية ورعي بغنام وبعران، وماني مثلكم يومية هنا ملازم ويا النبي، لكن أنا سمعت ممن سمع من النبي، إني سمعت ممن سمع من رسول الله يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، وأنا أتيت المدينة من بابها. نعم، تطرق باب المدينة يا الله، تدخل إلى رسول الله وتشوف النبي الكريم أوصى ما أوصى بأهل البيت، إن أهل بيتي كمثل سفينة نوح، وتشوف التأخير اللي صار بالمسلمين، أقولها بمليء يعني الثقة، التأخير اللي الآن صار بالمسلمين، وشوف الغرب متقدمين علينا، تأخرهم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. نعم، ويجي واحد مولانا يشهد بحقه، هاي مو من أحبائه، والفضل بما شهدت به الأعداء، يقول لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وعاش ما عاش آلافا مؤلفة خلوا من الذن معصوما من الزلل وطار في الجو لا يأوى إلى جبل وغاص في البحر لا يخشى من البلل. زين، هاي تنفع كلها؟ قال لا، فليس في ذلك اليوم منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين عليه.
فأنا وياك إن شاء الله على حق، وهاي الوجوه النيرة اللي أباوع لها إن شاء الله لها الشفاعة من النبي الكريم. وذكركم يوم القيامة اللي يقول يوم تبلى السرائر واحد يشوف أعمال الآخرين، نعم. وذكركم كيف يعطي النبي الكريم لكل واحد منكم قصرا في أعلى عليين، لأنكم من الموالين. ليش؟ لأن دعا لنا النبي ودعاء النبي ما علي حجاب، اللهم والي من والى. واللي والي أمير المؤمنين إن شاء الله له الدنيا وله الآخرة. إحنا المهم أنه الإنسان إذا كانت عنده الآخرة، نعم. لذا تشوف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اشترك كل الغزوات إلا غزوة واحدة تسمى غزوة تبوك، واشتركها من طريق الإعجاز والمعجز. هسه لما تأتي إلى كتاب الصحيح من سيرة النبي الأعظم يقول ما جرت قتال في تبوك، لكن خل أبينها بالبداية. يجيبون هاي المنقبة، أولا الإمام أمير المؤمنين ما عايز مناقب، هو كالشمس الواضحة، لكن في هذا الكتاب يقول ما جرت قتال ولا وصل علي بن أبي طالب. لكن في الكتب الأخرى تشوف أهل الرواة يقولون لا، أراد أن النبي يبين شخصية علي بن أبي طالب عند الناس اللي جاحد الشخصية اللي كانوا معه. هسه اللي كانوا معه روح دور التاريخ. يقول لما مضى النبي الكريم إلى غزوة تبوك إجا لأمير المؤمنين لعلي، قال له بدي أخلفك بمكاني بالمدينة. قال لهم وخاف يقولون جبنا علي، قال لهم الصلاة جامعة، جمع الناس. قال له يا علي أنت مني بمنزلة هارون، نعم. يقول جعله عينا أو وزيرا في المدينة. أنا ذاك تبوك مو مثل هالسدابات سريعة وطائرة، وين ما تريد ساعة زمان توصل. بعد رايحين للحرب يقدرونها أهل التاريخ، يقول ذاك الوقت تبوك عن المدينة اللي يريد يروح للحرب لين يمشي ويوقف أقل التقدير إلى 10 أيام أو 5 أيام، خليها ببالك 10 أيام أو 5 أيام. يقول إلى أن مولانا مضى إلى تبوك وجرت القتال في تبوك وبان الانكسار في جيش رسول الله، نزل الأمين جبرائيل على صدر النبي، قال له إن العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول، شوف المنزلة، ويقول أتحب النصر على يد الملائكة أم تحب النصر على يد ابن عمك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. النبي قلت لك عالم بالمنايا والبلايا وعنده علم أكثر من أمير المؤمنين، لكن قلت لك يريد يبين شخصية علي. قال له حبيبي جبرائيل إن الله يخيرني، قال له أنت مخير. قال له أنا وين وقاعد انكسر جيشي وعلي بالمدينة وأنا في تبوك؟ قال له لا عليك، وجه وجهك إلى المدينة وقل ثلاثا يا علي أدركني. اي والله ويا رسول الله وعدنا حوائج. يقول توجه إلى جهة المدينة وقال يا علي أدركني، يا علي أدركني، يا علي أدركني. سلمان المحمدي يروي هاي الرواية في كتاب سلمان الفارسي، كتيب صغير. يقول أنا كنت مع علي بن أبي طالب، وكان علي بن أبي طالب صاعد على نخلة يصلحها يكربها باصطلاح أهلنا الفلح. يقول هو على النخلة أنا باوع علي، رفع رأسه إلى السماء وقام يصيح لبيك لبيك لبيك. قلت له عجيب، ترى سلمان عنده اسمه الأعظم بس ما عنده أم الكتاب. أم الكتاب في مولاك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهاي الراد لها محاضرة واحدة. على كل، قال له لمن تلبي؟ لإسرافيل، لعزرائيل، لميكائيل؟ قال له لا يا سلمان، ألبي إلى ابن عمي محمد المصطفى. اللهم صل على
قال له أنت وين والنبي وين؟ النبي في تبوك. قال له لا عليك، أتحب أن تأتي معي لنصرته؟ يقول أنا محتار وقلق شلون نوصل. يقول شفت دخل إلى الدار ولبس قباء الأصفر، خرج من الدار وأنا متحير شلون نوصل. يقول إلى أن باوى علي قال لي يا سلمان ضع رجلك في أثر رجلي. يقول أضعت رجلي في أثر رجلي مولاي أمير المؤمنين علي 17 خطوة وإذا نحن في تبوك. كشف القوم عن رسول الله دمرهم تدميرا. إجا مولانا للنبي، النبي ترى كل حركات النبي سنة، النبي قبله ما بين عينيه، قال أهلا بمن كشف الهم والكرب عن وجهي. يقول باوع إلى سلمان قال له يا سلمان لو أن خفت الريح أن تمزغك كان رجل بالمغرب ورجل بالمشرق. نعم أمير المؤمنين، تحير بمعناك عشر العقول لولا ابن عمك أنت الرسول. فإذا تشوف العداءات لأهل البيت أكو لها مصدر، المصدر بغضا منا لأبيك علي. فتشوف محاولة بعد محاولة وإمام بعد إمام، وأخذ زمام الأمور معاوية أو سن تلك السنة السيئة ألا وهي السب على أمير المؤمنين علي. وتشوف قبل كانوا أول ما رقات المنبر يرقون والمنارة والمنصة أول ما يبدون بسب علي وفاطمة، وبقيت هذه السنة 80 سنة إلى أن غيرها عمر بن عبد العزيز بن مروان أحد أمراء بني أمية. وما كفاهم مولاي هاي كله، إلى أن جاء الدور إلى مولانا الإمام زين العابدين علي بن الحسين، هذا الإمام اللي بيّن للناس كيف الإنسان يتصل مع الله سبحانه وتعالى بهاي الأدعية اللي عنده، الصحيفة السجادية. نعم زبور آل محمد صلوا على الله. فتشوف هذا الإمام أنا ما أنا في دار الدنيا، وبديت ببيتي أندع الدنيا وزينتها لوغد. ترى المولى أمير المؤمنين يوم 11 شهر رمضان لما جمع المجاميع والجيش، هاي آخر سنة كانت إليه، خطب آخر خطبة عن الناس اللي تتعلق في دار الدنيا. قال أيها الناس أوصيكم بتقوى الله الذي ألبسكم الرياش وأسبغ عليكم المعاش، فلولا أن أحدا منكم يجد إلى الموت سبيلا. أكو واحد يفر من الموت؟ يجد إلى الموت سبيلا أو إلى الحياة سلما لكان ذلك سليمان بن داود. نعم لذا تشوف تعلقهم بدار الدنيا صنع معهم هذه الصنيعة. إلا قلت لك جاء الدور إلى مولانا الإمام زين العابدين اللي الأصمعي يقول ذاك اليوم دخلت إلى بيت الله الحرام ورأيت صوت بخشوع وخضوع وبكاء. يقول الدنيت للصوت أرد أدقق النظر يهو هذا الشخصية اللي حتى يقول حتى جسمي ارتعش لما سمعت صوته. يقول دققت النظر إلى أن وصلت شفت أغمى عليه، أغمي عليه. يقول دققت النظر وإذا به مولاي الإمام زين العابدين. يقول كسر خاطري إمامي هذا الأصمعي. يقول أخذت رأسه وضعته في حجري وقمت أبكي على حالته، شلون بخضوع وخشوع وأغمي عليه. يقول انتبه من إغمائه
قال: من الذي أشغلني عن ذكر ربي؟ قلت له: سيدي أنا عبدك وعبد أجدادك، أنا الأصمعي، لكن سيدي عندي سؤال منك. قال له: شنو السؤال؟ قال له: السؤال أقول أنتم أهل البيت وجدكم النبي الكريم، لكم الآخرة في أعلى عليين، بعد إلمن هالخشوع والخضوع والبكاء. قال له: هيهات هيهات يا أصمعي، إن الجنة لمن أطاعها ولو كان عبدا حبشيا، ولمن عصاها ولو كان سيدا. نعم، أبو لهب منين؟ أبو لهب من سادة قريش. تنزل مو أنا أقول رواية، لا، تشوف السورة تنزل: مذمة تبت يدا أبي لهب. لذا المولى علي بن الحسين، هذا الإمام الهمام، زين العابدين، سيد الساجدين، تشوف النبي الكريم يشهد في حقه، يقول: أيها الناس، إذا صار يوم القيامة وصاح المنادي: أين زين العباد وسيد الساجدين؟ نعم، فيشق الصفوف ولدي علي بن الحسين. صلوا على شنو عداكم ويا؟ إلى أن جاء دور الوليد. روح أقرأ تاريخ الوليد، شوف أول من شرب الخمر على ظهر الكعبة هو الوليد. هذا بعد إذا يتجرع على الله، ما يتجرع على أولياء الله، تجرؤ عنده على الله. ليش عنده تجرؤ على الله؟ لأن الذنوب صارت غطاء. كل واحد الآن إذا الذنوب صارت حجاب على قلبه مثل الوسخ، الله يقول: بل ران على قلوبهم. ران يعني صار حجاب، يعني بعد الدعاء ما يستجاب. فذولا صار عندهم حجاب بينهم وبين الله من الأعمال اللي عندهم القبيحة. فإذا تشوف الوليد كان عنده ويشفي قلبه أن يتخلص من علي بن الحسين، من زين العابدين. وهذا الإمام اللي آن ما آن في واقعة طف كربلاء، وبعد الواقعة يدخل عليه أبا حمزة الثمالي، أيوا ويلا، القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. قال له: صحيح يا أبا حمزة، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل سمعت أذناك؟ أيوا ويلا، سمعت يوم من الأيام أنت وحدة من بنات رسول الله تسبى من بلد إلى بلد؟ هاي اللي مأذيني يا أبا حمزة. يقول يدخل، يرويها سهل، يقول: دخلت إلى الشام يوم واحد صفر، يقول: شفت أهل الشام حاطين الطبول ونفخون بالناي والراقصات رقصاً. قلت: شنو اللي صاير؟ ما عدنا عهد بهاي الأيام، أكو عيد؟ قالوا: بلى أكو عيد. شنو العيد؟ قالوا: ألا والخارجي. والله بالعزيز علي، هكذا تقول الرواية: الحسين خارجي، خرج على إمام زمانه يزيد. نعم، وجابوا أهله سبايا وذيك الروس على الرماح رؤوسهم. يقول: هواي تأذيت، اجيت لقيت لي واحد حاط ايده على الحائط ويبكي. قلت له: بالله عليك جاوبني، شنو مصيبتك؟ يقول: باو علي. قال لي: من انت؟ قلت له: انا سهل، مما ادرك النبي وسمع كلامه. قال له: يا سهل، ما تعجب ان الدنيا لا تنطبق على الارض؟ قال له: شنو اللي صاير؟ قال له: انظر خلفك. يقول: باوعت وإذا مخدرت أمير المؤمنين. أيوا ويلا. قال لي: وباوع إلى إمامك؟ يقول: باوعت للإمام علي بن الحسين الجامعة في عنقه. يقول: دنوت منه، سمعت يصيح ويصيح: واذو الله، أين عشيرتي؟ أي والله، هاي الدمعة مذخورة لك اليوم، وجايين نعازي مولاتنا فاطمة على الإمام علي بن الحسين. نعم مولاي،
يقول قلت لسيدي أنا ساح ممن أدرك النبي وأنا خادمكم، أما لك حاجة؟ قال له يا سهل ما تدايل لي كم دينار، تقرض لي كم دينار؟ قلت الإمام شله بالدنانير بهاي الحالة. قلت له سيدي بخدمتك. قال لي تروح تنطيه اللي حامل الرأس أن يتقدم برأس أبي الحسين. قلت له ليش؟ قال له كي الناس لا ينشغلون بالنظر إلى عماتي، والله قد خزينا. يقول رحيت أنطيت لي حامل الرأس كم دينار، تقدم برأس الحسين. أيوا ويلا، والناس قامت تتباوع إلى رأس الحسين، إلى أن يقول رجعت ما هان قلبي، رجعت الإمامي. قلت له سيدي أما لك حاجة ثانية وانت بهاي الحالة؟ قال لي بلى يا سهل عندي بعد حاجة، وجزاك الله خيرا، ويشفع لك جدي رسول الله يوم القيامة. إخواني هذا إمام مفترض الطاعة، يطلب من سهل أيوا ويلا من هوان الدنيا. قال له شنو تريد سيدي؟ قال له أما لك معك خرقة قماش؟ قال له سيدي شلك بي؟ قال له تخليه بين الجامعة وبين عنقي، هاي الجامعة ذبحتني. يقول أنا ما عندي وياي قماش، طلعت عمامتي. يقول أخذ العمامة وضعها بين الجامعة وبين عنقه، يقول بس خلاها، يقول وإذا الدم كالميزاب. أيوا ويلا، لأن الجامعة بعلمك ها الجامعة فيها بسامير واضعينها بعنق مولانا الإمام زين العابدين، يعني وين ما يلتفت يضرب البسمار، أو جايبين من كربلاء ووصلوا للكوفة ومن الكوفة للشام، وهاي الأيام كلها وبالطريق. نعم، يقول إلى أن أدخلوهم إلى الشام، ودخلت السبايا والأطفال، والرواية تقول 80 طفلة وطفل، أكو طفل ينتسب إلى الحسين، الحسين يصير خالة. يقول شاف الأطفال لابسين ملابس جدد، إجا الأمة يسمونها ابن العقيلية، إجا الأمة قال لها أمه كل الأطفال لابسين ملابس جدد، لبسيني ملابس جدد، يقولوا جايبين سبايا وخوارج أريد أتفرج عليهم. زين هي ما تعرف بباقة عطف كربلة، ومحبة للحسين هم مسمين هذا الطفل حسين. قالت له ولدي خاف ذول السبايا يكونون إسلام، وإحنا متخرجين من مدرسة أهل البيت، إذا صاروا إسلام وليدي لا تفرج عليهم، بس اسألهم من أي المدن من أي البلاد. يقول إجا هذا الطفل مولانا أراد أن يسأل من الكبير، شاف الكبير ما إلى طاقة، جامعة في عنقه، قال خل أروح أسأل من الأطفال. إجا للأطفال، شاف الأطفال واحد مربى تلو الآخر ما يقدرون يجابون. يقول شاف امرأة متعصبة بعصابة تقولهم تعالوا منا وروحوا منا، قال هاي المتكفلة بهم، ها يا شباب. يقول سألتها قلت لها يا أمة الله أنا أمي ودتني، وقالت بالله شوف ذول السبايا اللي جايين من أي البلاد من أي المدن. انفجرت بعبرتها، دائما اترحم على ملا عطية الجمري. نعم صاحت اسلام احنا وأرض طيبة وطنه. أي أيوة والله، وياهم من المدينة تريد انشتني عنه. قالها يا هالحرة المدينة بلاد، أهن أسئلك إن كان خالي تعرفينه. عجيب، عندك خوال بالمدينة وليدي، أو تسأل عن خوالك، يهم خوالك، يلا أنا وياك. قال تعرفين خال حسين، وتعرفين عبا، تعرفين الأكبار، والنشامل ترفع الرأس، تعرفين ابو جاسم محمد وافي الباء، تعرفين
وضعت الزهرة المصونة. عجيب هذا الوليد يعرفنا واحد واحد، تقول له شو اسمك يا وليدي وامك منين؟ يلا وياها وياها. شو اسمك يا وليدي وامك منين؟ يقلها انا امي هاشميه واسمي حسين، وانا خوالي بيت ابو طالب الطيبي. يقول عرفت ابن العقيليه تريد تودي بشاره الى امه، شو تقول له يا مؤمنين؟ يلا دمعتك وياي وبعدنا في بدء المصيبه. تقول له يما يما روح قل للأمك تعرف باي أغلها قضى وما شربه والماء. وين اللي يصيح وحسينا؟ يقول جاء إلى أمه، عظم الله أجوركم، وصل إلى أمه، أمه أمه، قالت لو ليدي رحت فرحان وقلت أكو عيد وهسا إجيتني تلطم على رأسك يا وليدي. ما دهاك يا ولدي بأي خبر جئتني؟ قالها أمه إن المسبيات خالاتي وعماتي. أيوا ويلا. وإن المذبوح هو خالي الحسين. صح ونادي أيوا حسين. أيوا ويلا. أثاري أثاري المذبوح خالي فوق الرمح راسه يلالي، اي فوق الرمح يا راسه يلالي. دخلوهم الى مجلس يزيد ابن معاوية، عظم الله لكم الأجر، احسن الله لكم العزاء. سمع خطيبا يخطب يقول قد أراحنا الله من الحسين ابن علي. قام له مولانا الإمام زين العابدين، قال اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. يا يزيد أذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات لله فيهن رضا، ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثواب. فأبى يزيد عليه ذلك، فقال الناس ائذن له فليصعد فلعلنا نسمع منه شيئا. فقال يزيد إن صعد لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. فقيل له وما قدر ما يحسن هذا الفتى؟ فقال يزيد إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا. قال الراوي فما يزالون به حتى أذن له، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم خطب خطبة أن أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب. قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة الحسن والحسين. من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أيها الناس أنا ابن مكة ومنى. أيوا ويلا. أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الروك بأطراف الرداء، أنا ابن خير من اعتزر وارتدى، أنا ابن خير من انت عليه واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق
في الهوى. أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى. أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى. أنا ابن من أوحى إلي الجليل ما أوحى. أنا ابن محمد المصطفى. أنا ابن علي المرتضى. أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله. أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن زين العابدين وتاج البكائين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل. أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين. نعم أيها الناس قال أنا ابن ولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه سمح سخي بهي بهلول زكي أبطحي رضي مقدام إمام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب مفرق الأحزاب. نعم يا مؤمنين قال أنا ابن الذي هو مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين أبو الصبطين الحسن والحسين. ذاك جدي علي بن أبي طالب ثم قال أنا ابن فاطمة الزهراء. أيوا ويلاه أيوا سيدتاه. نعم يا مؤمنين أنا يذكرني واحد من الأخوة ويذكرني يقول إجيت للمولى الإمام الرضا عندي حاجة مستعصية. يقول بالحلم شفت مولاي الإمام علي بن موسى الرضا بس قال لي جزاكم الله خير وبلغ خدام الحسين لا يقصرون عن هذا النعي. يا نعي هاي؟ قال هاي النعي آمر على عبد ضربني يا أبوي ضربني ومن ضربته للقاع ذبني. نعم يا مؤمنين قال أنا ابن فاطمة الزهرة أنا ابن سيدة النساء. فلم يزل يقول أنا حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب وخشي يزيد أن ينقلب الأمر عليه فأمر المؤذن فقطع عليه الكلام. فلما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال علي لا شيء أكبر من الله. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال علي بن الحسين شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي. فلما قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله التفت من فوق المنبر إلى يزيد فقال يا محمد هذا جدي أم جدك؟ إن قلت جدك فقد كذبت وكفرت وإن زعمت إنه جدي فلما قتلت أبي الحسين؟ وذاك رأس الحسين يقول عرفوه واحد من الجالسين إجاله
قال له سيدي هل من توبة؟ قال له من تاب تاب الله عن. شنو اللي انت مسويه؟ قال له أنا ما حضرت واقع الطف كربلاء بس تو عرفتكم سيدي، وقالوا أنتم خوارج، لكن لما دخلوا رأس الحسين ضربته بحجر. أيوا وهلا أيوا سيدا. اجت زينب أو شافت المولى بهاي الخطبة رفع رأس الجميع اللي قاعدين، صاحت هلا يا الماهبت كل قلب جاسي على المنبر يا عم رفعت راسي، اي على المنبر يا رفعت راسي. نعم هذا الإمام هذا العظيم أيها المؤمنين إلى أن دس إليه سمى القتال، نام على فراش الموت مولاي الإمام محمد الباقر، يقول وهو ينازع سكرات الموت، قال لي أول قرأ قرآن، يقول بعدين قال لي ولدي اسحب السجادة، اسحب هاي المخدة من تحت رأسي، خلي خدي على التراب. أيوة ويلا. قلت له أبويا ليش أخلي خدك على التراب؟ قال له حتى بموتي أرد واسي أبوي الحسين، لأنه عندما قتلوه كان على التراب. أيوة ويلا. نعم فبينما هو كذلك يا مؤمنين يا شيعة عرق جبينه سكن أنينه مدد للموت رجلي ويديه، صح على إمامك ها. نعم الناس قاعد ترتكب الزحمة بالشارع وانتم أهل المجالس. نعم يا مؤمنين وفاضت روحه الطيبة، صح ونادي وإماما. أيوة عليا، أيوة سيدا، أيوة إماما، أيوة مظلوما. نعم يا مؤمنين. يقول الإمام الباقر جئت به إلى المغتسل، يقول لما جرد الثياب رأيت على جزمي علامة علامة من ضرب السياط. أيوة ويلا. وعلامة في مكان في عنق الجامعة هزت عنق. أيوة ويلا. نعم يا مؤمنين. لكن نقول أنا وياك قضى ورأسه بحضن ابنية وروحه طلعت مرتاحة يا ترى بس حسين لما مات راسه بحضن ذباحة. أعيد لك البيت خاطرها، الله يعودك إن شاء الله. أعيد لك البيت خاطر أكثر تتمعن بي. يقول قضى وراسه بحضن ابنه وروحه طلعت مرتاحة ترى بس حسين لما مات راسه بحضن ذباح. أنا وياك نقل له سيدي عادة اللي موت يما وليده يتشاهد بوجهه، نقول عاد اللي يموت أغلى يحضروا له، وعاد ابن الشبير يغمض عيونه. عاد من يموت إنسان أهله تحضره وقومه يشيعون بفخر وبعيز حد ما يوصل القبرة. أرد أقولها بس حسين أبو اليمة ما حد غمض عيونه. نقلها سيدتي زينب الأبيات أبيات الدعاء، سيدتي ليش ما غمضت عيون الحسين؟ قالت شلون نغمض عيونه وراسه على الرمح شاله وجسمه على الارض طايح بحوافر خيل ومداسه.
أيوة ويلا. عادة اللي موت عدها أخو يقول لها عظم الله لك الأجر أحسن الله لك العزاء، لكن زينب شلون عازوها؟ قالت الفاجدة عادت تعازى والشمير ويزينب توازى، ترى يا معين هيدوس الجنازة. أنا وياك ننتظر نترقب رجوع مولانا الإمام الحجة، كذلك أهل المدينة كانوا ينتظرون رجوع مولانا الإمام الحسين. يمتيج المندوب ويصيح البشارة، يا أهل المدينة زينوا لحسين دا نذرين انتصار لكل الشيعة في كل العالم بالخصوص شيعة البحرين، نذرين لم طيب طارش بشار وانشر بيارق بالمدينة شمال ويب. دقائق نوش مصدورنا على مولانا الإمام زين العابدين بالحسرة والآه. خلصت حياتي ما أنسى للموت عماتي وخواتي، بالحسرة والآه خلصت حياتي، بالحسرة والآه خلصت حياتي، ما أنسى للموت عماتي وخواتي، ما أنسى للموت بالحسرة والآه خلصت حياتي، بالحسرة ما أنسى للموت عماتي، إيه والله ما أنسى للموت عماتي وخواتي، ما أنسى يا ناس ذيك الرزية بالكوفة والشام والغاضرية، بالكوفة والشام والغاضرية، ما أنسى لطفوف حد المنية، ما أنسى لطفوف حد المنية، ما أنسى للموت عماتي وخواتي، ما أنسى للموت بالحسرة، بالحسرة والآه خلصت حياتي، ما أنسى للموت عماتي وخواتي، ما من رحنا للشام عماتي وياي، من رحنا للشام عماتي وياي، بدياري الأجناب تتفرج عداي، بدياري الأجناب تتفرج، من أهلي ما أشوف لا رايح وجاي، من أهلي ما أشوف لا رايح وجاي، ما أنسى للموت عماتي وخواتي، ما بالحسرة، بالحسرة والآه خلصت حياتي، اي والله تي وخواتي، ما أن بعيوني الاثنين شفت المصيبة، بعيوني الاثنين شفت المصيبة، وجت سبية عمت النجيبة، راحت سبية عمت النجيبة، بدياري الأعداء طبت غريبة، بدياري الأعداء طبت غريبة، ما أنسى للموت عماتي وخواتي، ما أنسى للموت. انت
هم ما تنسى بالحسرة والآه. الدعاء ما أنسى ما أنسى يا ناس ذيك الرزية ما أنسى يا ناس ذيك الرزية بالكفر والشام والغضر بالكفر والشام ما أنسى لطفوف حد المنية ما أنسى لطفوف حد المنية ما أنسى للموت عماتي وخواتي ما أنسى بالحسرة وال ما أنسى للموت إلهي بحقي علي بن الحسين شافي كل مريض أقضي حوائج المحتاجين إلهي بالحسين الوجيه وأمه وأبيه والتسعة من بنيه اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين إلهي بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا الله لأموات المؤمنين والمؤمنات العلماء والسادات الشهداء والصالحين خدام الحسين الماضين والديكم ووالدينا الفاتحة مع الصلوات. ليش شلت عمامتك قيمتي مسح جبهتك ليش شلت عمامتك قيمتي مسح جبهتك ليش يسراك على جبهتك واليمين على القلب ليش يسراك على جبهتك واليمين على القلب وعلى صدرك تلتفيت والقميصك عاينت وعلى صدرك تلتفت والقميص